اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمنا على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. فعلا النهارده هيكون الطقس بارد على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد، وهيكون دافئ على جنوب الصعيد في النهار لكن شديد البروده بالليل على كافة الأنحاء. من المتوقع النهاردة هيكون في تساقط للثلج على سانت كاترين، وكمان من المتوقع أن هيكون في سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 40-50%، ودي هتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. لكن قبل ما نتعرف معاكم على درجات الحرارة، خلونا نطمن على اللي هيحصل النهاردة في الجو والتقلبات اللي متوقعة خلال الساعات القادمة من دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيكي وصباح الخير. اهلا بحضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. عايزين تطمنين على حاله الجو النهارده، لان من الواضح ان هيكون في بعض الامطار وخاصه لو هي رعديه على القاهره. بالفعل احنا يمكن من الامس بدانا نشهد بدايه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، وكانت اكثر المحافظات المتاثره بيها بالامس هي محافظات شمال الصعيد ومحافظه البحر الاحمر وسيناء. اليوم متوقع تكون ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هتنضم كمان لفرص الامطار محافظات شمال البلاد، فالامطار اليوم هتكون امطار متوسطه وقد تكون رعديه احيانا على سواحلنا الشماليه الغربيه والشرقيه، بعض المناطق كمان من مدن القناه. قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظه البحر الاحمر وشمال الصعيد. ايضا الامطار اليوم هتكون امطار خفيفه متوسطه على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، هتمتد الامطار الى القاهره الكبرى اليوم. ايضا اليوم كمان الامطار هتكون على فترات متقطعه، يعني هتكون من وقت للتاني وبتختلف من منطقه للتانيه. اليوم هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح اليوم هيكون على كافه مناطق الجمهوريه، قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه على بعض المناطق المكشوفه والطرق الصحراويه. مع طبعا انخفاض في درجات الحراره ملحوظ، يمكن احنا درجات الحراره اليوم هتنخفض بحوالي 4 درجات عن الامس. فمتوقع اليوم يكون الطقس بارد خلال فتره النهار، شديد البروده خلال فتره الليل، خاصه مع نشاط الرياح اللي كمان هيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره. ان شاء الله هي مده حاله عدم استقرار. لسه كنت عايز اعرف من حضرتك، هي مستمره معانا لحد امتى؟ بالظبط احنا يعني الامطار من غدا ان شاء الله، من صباح الغدا هتبدا تنحصر فقط على سيناء ومحافظه البحر الاحمر، ويبدا استقرار في الاحوال الجويه على باقي قطاعات الجمهوريه ان شاء الله من غدا الاحد، وتعود الشبوره المائيه مره اخرى في الظهور في الاحوال الجويه، وتستمر الاجواء مستقره الى الثلاثاء القادم باذن الله. توقعات درجات الحراره كام يوم الجايين، 3 ايام الجايين حضرتك لو تقولها لنا؟ يعني احنا متوقعين من غدا هيبدا في ارتفاع في درجات الحراره، يعني غدا العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 20 درجه مئويه، يعني الى يوم الثلاثاء هتوصل كمان 22 درجه مئويه، فهيكون في ارتفاع في درجات الحراره تدريجي. خلال ساعات الليل هتكون ما بين ال10 وال11 درجه مئويه، لكن طبعا مش هيكون معاهم نشاط الرياح، فطبعا مش هنحس قيم درجات حراره اقل من كده باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. من واضح كده ان النهارده هيكون الجو برد شويه، لكن ان شاء الله من بكره هيكون في ارتفاع تاني في درجات الحراره ونرجع لدرجاتنا المعتاده خلال الفتره الماضيه وكانت 20 درجه. خليني بقى استعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل على محافظات الجمهوريه، وهنبداها من العاصمه القاهره والعظمى 16 والصغرى 10، الاسكندريه 16-10، مطروح 16-11، سيوه 17-9، بورسعيد 15-12، دمياط 15-10، الاسماعيليه 17-9، السويس 16-10، طابا العريش 15-10، كاتلين 14-0، وطابا 20-14، شرم الشيخ 21-16، الغردقه 21-16، الفيوم 16-9، بني سويف 17-6، المنيا 17-7، اسيوط 18-7، سوهاج 19-8، قنا 18-9، الأقصر 20-9، أسوان 21-10، الوادي الجديد 22-7، شلاتين 24-12، وأخيرا حلايب 22-12. بكده حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو النهاردة، في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والجو كمان هيكون فيه برد في ساعات الصباح، وبالليل طبعا هيكون شديد البرودة. نتوخى الحذر بأن احنا نلبس الملابس الثقيلة عند الخروج. هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.